سي المولد اللي راه نتناقشوا فيه فيما يخص اخطاء الشوايع الايجابيه والطريقه الاخطاء ديالها قبل ما يخص الشوايع في الاصلاح الثانيه من الصحه الجهويه انتاج جهد جماعي وثمره عمل دؤوب ومتواصل للكثيرين منكم وشكرا لكم. بعد عرضه في مجموعة من الورشات ومجموعة من احنا بصدد اليوم في دورة اكتوبر عفوا دورة فبراير العادية لمجلس جامعة طنجة. الان احنا في فترة استراحة ولتكملة باقي نقاط ديال الدورة، يعني اكثر من ساعتين تقريبا مرت في نقطه نظام كانت عباره عن تفريغ المشاكل اللي كيعاني منها لا المسؤولين رؤساء المقاطعات ولا المنتخبون واللي كيواجهوا المواطنين، واللي يعني غالبا كما لاحظتم وتتبعتم هو ان كان التركيز على شواهد اداريه ديال الربط بالماء صالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء، واللي هي على اثر قرار السيد الوالي اللي كان قرار سابق، هو ان يعني كتشكل اللجنه من ثلاثيه مشكله من سلطات محليه شركه تدبير مفوض وكذلك من المقاطعه. فعلا كانت مقاطعه مغوغه سباقه لعقد هذه الاجتماعات، وكنا ابتدانا واملنا يعني كان يعني كبير في اننا نسهل المساطر للحصول على هذه الشواهد واللي هي كتهم المواطنين عامه، ولكن تفاجانا يعني بواحد النوع ديال التعثرات، نوع ديال العرقله على مستوى اولا نتذكر على مستوى ديال الاوراق وعلى الملفات اللي كنجهزوا على ثلاث مستويات. المستوى الاول ملف ديال الكهرباء، المستوى الثاني ملف ديال الماء، وكتعرفوا ان كل مديريه يعني تختص بالماء او بالكهرباء، وكذلك على مستوى ديال السلطات المحليه. معنى ان رجعنا كنعملوا بواحد الطريقه ديال السابقه وقديمه وهي الورقي، وكان اننا احنا لنا امل اننا نكونوا كذلك في الرقمنه ونمرروا هذه الشواهد يعني بطريقه يعني كتماشى مع الوقت الراهن. الان المواطن كيبقى يعني في حيره من امره لما كيقوم بزياره امانديس او لا يعني اللي كيمشي من ديك الوكالات ديال امانديس كيتفاجئ كيقولوا له بان الملف ديالك غير موجود، وكذلك بالنسبه لامانديس بالنسبه للمركز كذلك نفس الشيء، وهذا اللي كيخلي المواطن يعني يتيه بين المقاطعات وبين الشركه المفوض لها. وهذا الامر هذا عبرنا عليه مرارا وتكرارا، واتصلت انا شخصيا يعني بالمسؤولين في الشركه اتساءل واستفسر على هذه العمليه، ولكن دون جدوى اضطرينا الان اننا دخلنا في اطار نقطه نظام، وجبرت ان تفاجات بان هذا هو كان يعني تدخل ديال الاخوان كاملين في هذا المجال هذا.